الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إننا نستقبل خلال هذه الأيام لشهر محرم الحرام، فبمناسبة حلول هذا الشهر فيجدر بنا أن نعرف فضل هذا الشهر وقدره ومنزلته ومكانته. هذه الشهر محرم الحرام الذي حرمها الله جل وعلا منذ خلق الأرض والسماء، فأعلى قدرها وعزمها ورفعها مكانة رفيعة عالية، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، وهي من أروع الخطب وأفصحها وأبلغها، حين قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السند 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ونعرف ما هي السنة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهي سنة صوم عاشوراء، كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. صام موسى كليم الله شكرا على هذه العبادة التي تقبل الله جل وعلا ونجاهم من آل فرعون، وكذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فيستحب يا عباد الله ومن السنة أن يصام قبله يوم أم بعده يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلذا فيستحب أن يصوم يوم التاسع والعاشر، أم يوم العاشر والحادي عشر، فلو اكتفى على أحد فجاز له. فيا أيها الأحبة الكرام، ننظر إلى أسلافنا وساداتنا، كانوا يعظمون ويوقرون في هذه ثلاث عشرات، كما قال عثمان النهدي رحمه الله يقول: فساداتنا يعظمون لثلاث عشرات: العشرة الأخيرة من رمضان، والعشرة الأولى من ذي الحجة، وكذلك العشرة الأولى من محرم الحرام. وكذلك دائما شيخنا متكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله يركز أنظارنا إلى هذا الأمر، أن نستغل من هذه الفرص الذهبية ونغتنم من هذه اللحظات القيمة، ولا نضيع هذه الأوقات الغالية. فنسأل الله تعالى لي ولنا التوفيق.